أكدت الشرطة البريطانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في الانفجار الذي شهدته مدينة ليستر مساء أمس الأحد. كما قالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث كبير بعد أن دمر انفجار ضخم متجرا ومنزلا في مدينة ليستر وسط البلاد. وأكدت الشرطة أنها لم تجد مؤشرا على أن الانفجار مرتبط بالإرهاب حتى الآن. سمعت في البداية صوت انفجار، وبعدها أحسست البيت يتحرك كأنه سيسقط. ظننت في البداية أن هذا كان في المحل المدمر، ولكن بعدها رأيت كيف اندلع الحريق.